امبارح جوزي اشترى بطيخه حمراء وثلاث بطيخات صفر. ايه؟ البطيخه الحمراء طلعت 6 كيلو وثلاث واق وسعر الكيلو 4 ليرات ونص. ايه؟ والصفر طلعوا 4 كيلو الا ربع وسعر الكيلو 23 ليره. صدقوني قبل ما يمد ايده البياع على جيبته لحتى يطالع الاله الحاسبه ويحسب كان جوزي دوز دغري مناوله 109 ليرات. صدقوني ما شاء الله وكيفكم جمده بارضه. عن جد جمده بارضه. طبعا بده يجمد لانه بده ربع ساعه بهيك حسبه. يا حبيبتي اذا مو اكثر جوزي بيتزاول بطريقه مو معقوله من البياعين البطيئين بالحساب. بيموت بيموت موت. طبعا بده يتزاول لانه بحياته ما راح يلاقي بياع شاطر مثل شطارته بالحساب. موظف كبير بالماليه شو بده يكون طلطميس. يا ستي الله يعينهم البياعين اللي بيوقعوا بايدين جوازنا. الله يعينهم. ايه طبعا موظفين كبار كتير بالماليه مين راح يطلع له معهم.